خلينا في الاهم، مباراه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي في دوري الابطال. شايف المباراه ازاي يا هاني من حيث اللعبكه على مستوى المجموعه دخلت في حزب بيرما، شايف المباراه ازاي من الناحيه ديت ومن الناحيه كمان الفنيه للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا. بص يا كابتن هاني، اكيد الماتش الاخير بتاع فيتا كلوب اللي كان عندنا في القاهره ده اكيد بوظ حسابات النادي الاهلي بشكل كبير جدا. المباراه كانت في متناول النادي الاهلي، لكن الحكم طبعا المغربي كان ليه راي تاني خالص او راي مختلف. انا شايف ان ظلم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي عمل مباراه للتاريخ تقريبا. لو انا شفت احصائيه المباراة بعد المباراة، النادي الأهلي تقريبا من المباريات القليلة جدا اللي وصل للجول بالشكل ده. طيب. يعني تقريبا في تاريخ النادي الأهلي في بطولة أفريقيا في دوري المجموعات يوصل للمرة بالعدد الكبير ده، وكمية الفرص اللي ضاعت في المباراة دي. أنا شايف إن النادي الأهلي كان استحواذ تام على المباراة كلها. أداء كان جيد، بتصنع أهداف، بتضيع أهداف، جبت أهداف، كل حاجة اتعملت في المباراة دي. أنا شايف النادي الأهلي كان قدم مباراة كبيرة جدا، لكن سوء التوفيق وطبعا عدم تقدير للحكم المغربي طبعا ضربة الجزاء أدت للكعبلة اللي حصلت في المجموعة طبعا. لكن النادي الأهلي لو كان كسب المباراة دي تقريبا المباراة يعني صعود النادي الأهلي كان هيبقى أسهل بكتير من دلوقتي. بس أنا شايف إن يعني كده لما شاف، انا شايف ان اللعيبه يعني النادي الاهلي متعود ان هو يتحط في مواقف زي دي. النادي الاهلي هيلعب هناك في فيدا كلوب في الساعه 3 ومباراه صعبه جدا، بس انا واثق في لعيبه النادي الاهلي ان هي هتعدي ان شاء الله المباراه دي ان شاء الله.